فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أخي يعمل موظفا وبائعا في محل، وقد أهدى إليه أحد الزبائن تمرا فأخذه ثم أهداه لي. أخوه إيش؟ يعمل موظفا وبائعا في محل، وقد أهدى إليه أحد الزبائن تمرا، يقول: فأخذه أخي وأهداه لي، يقول: ماذا أعمل به؟ هل يجوز لي أن أكل منه؟ رده عليه، ولا يجوز له، هو ما يجوز له يأخذه، لأن هذا رشوة. الزبائن ما جابوه له محبة، إنما جابوه له لغرض أن يتسامح معهم، وأن فهذا رشوة، ويجب رد، ويجب على الموظف أنه يرد على الزبون الذي جاء به. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.